سعيدة فخورة يعني. في عالم كهذا ستختفي ملامح دبي. القصيدة التي صاغها سموه من فكره وروحه في عالم كهذا. هي بدت من وانا صغيرة فما اقدر احدد اين كانت او اين انتهت. قرأت حوالي 130 ل 150 كتاب. الكتب اللي وصلتني الى هنا يعني بالتأكيد جميعها مميزة فما اقدر احصرها في عدد من الاسماء. الداعم الاول لي كانوا عائلتي طبعا.